السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة. اليوم غادي نشوفو غلاساج ميغوار وشوكولا، مكونات وطريقة بسيطة وهالنتيجة كتبان لكم. دابا استعملتو في هاد لي جينواز غولي اللي غادي نشوفوهم الحلقات الماجية ان شاء الله، الطريقة ديالو بالديكوراسيون بكلشي. فبلا ما نطول عليكم، نخليكم على المقادير وطريقة التحضير. غادي نشوف المقادير: 125 غرام ديال الماء، 225 غرام ديال السكر سنيدة، 30 غرام ديال الكاكاو، 130 غرام ديال الكريم ليكيد، و 10 غرام ديال لاجيلاتين، ما يعادل 3 ديال الأوراق. نبداو على بركة الله. غادي ناخد هنا واحد زلافة ندير فيها الماء بارد، و غادي ندير الأوراق ديال الجيلاتين هنايا يتسلقو مع هاديك الماء. غادي نخليو الجيلاتين يتطلق في الماء اللي درنا، ترجعوا ليه من بعد. غناخدو واحد الكاسرة وغادي نديرو فيه سنيدة والماء، لاكريم ليكيد غادي نديرو فوق العافية، دوب لينا ديك السنيدة. غادي نخليوه بحال هكا فوق العافية حتى دوب لينا ديك السنيدة، ما تبقاش بحال هكا تنحط. هنا كيف ما كتشوفوا السنيدة راه دابت، وقبل من درجة الغليان غادي نزيدو الكاكاو. غادي نزيد الكاكاو ولكن غادي نغربلو. كندير دابا الكاكاو كامل وغادي نخلطو مزيان. في هاد الوقيته راني ناقصه على البوطه، ملي غلى لينا الخليط نحسبو 4 ديال الدقائق مع التحريك، ومن بعد نساوي عليه. كنحيدوهم من فوق البوطه. دابا غادي نزيدو الجيلاتين، نصفيو مزيان من الماء. وكنحلكو مزيان في حد الخليط باقي سخون، خاص الجيلاتين ديالنا يذوب تماما. هنايا راه كيف ما كتشوفوا راه الجيلاتين داب. فهاد الوقيته هادي غادي نصفيه ونرجعو من بعد. ملي كنساليو غادي نغطيوه دابا بالسلوفان، يكون تيلمس لينا السطح ديال الخليط باش ما يتكونش لينا واحد القشره اللي ما عندنا ما نديرو بيها. وغادي نخليه واحد على الاقل 3 سوايع، من الاحسن الكلاصاج منين بغاو نصايبوه بليله من قبل، ومن بعد ملي كنبغيو نخدمو به خاص يكون في درجه الحراره ديال المطبخ. الا كان برد اكثر نذوبو في حمام مريم ونخدمو به. الحلقه ديال اليوم اللي كانت على الكلاصاج ميغوار وشوكولا راه تسالات. ممكن الاحتفاظ بالكلاصاج حتى لمده الاستعمال، فقبل ما كنبغيو نستعملوه كنجبدوه وكنسخنوه شي شويه في البماغي، كنخليوه حتى كيوصل درجه الحراره المطبخ، عاد كيمكن لينا نصبوه على لاموس او الحلوه كيف ما غنديروا في الحلقه الماجيه ان شاء الله. هكا نكونوا سالينا الحلقه ديال اليوم. ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو وبارطاجيو، ولا كنتي اول مره تزوري القناه فاشتركي باش يوصلك الجديد. نتلاقاو الحلقه الماجيه ان شاء الله.